مرحبا بكم في نشرة الأخبار عبر منصات سودانية 24. اقتربت الحكومة السودانية والحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحيلو من الاتفاق على مسودة تفصيلية لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وذلك إلى جنوب كردفان والنيل الأزرق وغرب كردفان. وأبات الطرفان على مقربة من اتفاق يوقع يوم بعد غد الاثنين بحضور الرئيسين عبد الفتاح البرهان وسلفا كرمياردات. وبحسب صحيفة الكرامة أن المفاوضات شهدت تقدما كبيرا في صيغة الاتفاق الذي رفضته الحركة الشعبية أول أمس باعتباره مرجعا لأي تفاهمات لاحقة بشأن ملفي الاتفاق السياسي والترتيبات الأمنية والعسكرية. وستعقد اليوم جلسة لصياغة الاتفاق النهائي قبل عرضه على نائب القائد العام للجيش السوداني الفريق شمس الدين كباشي ورئيس الحركة الشعبية عبد العزيز الحيلو. إلى ذلك قال المتحدث باسم وفد الحركة الشعبية، قال بحسب سودان تريبيون إن الجيش السوداني متمسك باتفاق وقف العدائيات، وذلك لتمرير المساعدات الإنسانية إلى المنطقتين فقط بحجة أنه قام بتوزيع الإغاثة لكل مناطق السودان ما عدا جنوب كردفان والنيل الأزرق. وأكد أن تمرير المساعدات الإنسانية إلى المنطقتين في هذا التوقيت مع وجود مناطق أخرى في السودان أشد سوءا أمر مستغرب. أكدت القمة العربية 33 كامل تضامنها مع السودان في الحفاظ على سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه والحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية وفي طليعتها القوات المسلحة. ودعا إعلان البحرين الذي صدر عن قمة البحرين دعا إلى الالتزام بتنفيذ إعلان جدة بغية التوصل إلى وقف لإطلاق نار يكفل فتح مسارات الإغاثة الإنسانية وحماية المدنيين، وحثت على ضرورة إنهاء الحرب. وجدد القادة العرب رفضهم الكامل وبشدة لأي دعم للجماعات المسلحة أو الميليشيات التي تعمل خارج نطاق سيادة الدول وتتبع أو تنفذ أجندات خارجية تتعارض مع المصالح العليا للدول العربية، وذلك مع التأكيد على التضامن مع كافة الدول العربية في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها وحماية مؤسساتها الوطنية ضد أي محاولات خارجية للاعتداء. قالت قوات الدعم السريع المتمردة إنها مستعدة لتوفير مسارات آمنة لإجلاء المدنيين من الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور. وشهدت المدينة أمس الجمعة مواجهات بين الجيش السوداني والقوات المشتركة من جهة وميليشيا الدعم السريع، وذلك في محور شرق الفاشر في اتجاه بوابة مليط، مما أدى إلى استمرار نزوح آلاف المواطنين. وقال المتحدث باسم الدعم السريع الفاتح قرشي في بيان، قال إن جميع مواطني الفاشر أحرار في اختيار البقاء أو مغادرة المدينة إلى أي وجهة يختارونها، وذلك مع استعداد الدعم السريع لفتح مسارات آمنة لخروج المواطنين إلى مناطق أخرى أكثر أمنا يختارونها طوعا وتوفير الحماية لهم. وردتنا معلومات مؤكدة بأن مرتزق الحركات يقومون بتهديد المواطنين وتخويفهم بأن قوات الدعم السريع تتربص بهم، وهي محاولات يائسة الهدف منها استخدام المواطنين كدروع بشرية. ولذلك نؤكد لجميع المواطنين بأنهم أحرار في اختيار البقاء أو مغادرة المدينة إلى أي وجهة يختارونها، فلا حجر على أي مواطن، وليس للدعم السريع عداء مع أي جهة. نؤكد استعداد وجاهزية قواتنا لمساعدة المواطنين بفتح مسارات آمنة للخروج المواطنين إلى مناطق أخرى أكثر أمنا يختارونها طوعا وتوفير الحماية لهم. قال مزارعون بمشروع الجزيرة إن حصاد محصولي القطن والقمح فشلا بشكل شبه كامل أو تم الاستيلاء عليهما من قبل قوات الدعم السريع المتمردة، وذلك وسط توقعات بفشل الموسم الصيفي باستثناء مناطق المناجل والقرشي غربي الولاية، وذلك تحت سيطرة الجيش السوداني. وقال المزارع علاء الدين البلاوي بحسب سودان تريبيون، قال إن حصاد محصول القطن فشل بسبب إقلاق المحالج، ونتيجة ذلك سيتعرض المحصول للتلف في الأرض. إلى ذلك قال آدم وهو مزارع بمناطق غرب الحصحيصة، قال إن المزارعين لم يتمكنوا من الحصاد بسبب سيطرة وانتهاكات قوات الدعم السريع مع نزوح أعداد كبيرة من المزارعين.
أكد المبعوث الأمريكي إلى السودان توم بيريلو أن وجود الإسلاميين أنصار النظام المعزول في المشهد الحالي يمثل مشكلة كبيرة لنا وللسودانيين، وأشار إلى أن بلاده تعلم أن هناك مقاتلين من الإسلاميين داخل الجيش، وهناك من جاءوا من خارج البلاد وانضموا للحرب الحالية. وأكد في تصريحات بنيروبي أن الإدارة الأمريكية تتحدث مع كل الدول الداعمة للحرب في السودان وتحثها على أن يكون لها موقف إيجابي تجاه الشعب السوداني وليس تدخلا يزيد من تكلفة الحرب. ورأى المبعوث الأمريكي أنه من الضرورة أن تكون الإمارات جزءا من النقاشات الجارية في جدة وكذلك مصر. نفذت استخبارات الجيش السوداني اعتقالات واسعة بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، وذلك ضد المدنيين بذريعة تعاونهم مع قوات الدعم السريع المتمردة. وشملت حملة الاعتقالات بحسب دارفور 24 البروفيسور عبد الله موسى يعقوب مدير جامعة الفاشر والدكتور عيسى داود رئيس مركز الدعوة والإرشاد والمصالحات بجامعة الفاشر، وأطلق سراحهما لاحقا. وقال يعقوب في تسجيل صوتي إنه اعتقل بواسطة الاستخبارات من المسجد، وذلك بعد ورود معلومات بوجود قناص بمئذنة المسجد. وأضاف: قاموا بإطلاق رصاص كثيف على المئذنة، وعندما لم يجدوا شيئا اقتادوني إلى مقر الاستخبارات المضادة، وأطلق سراحي بعد نصف ساعة. نهاية نشرة الأخبار قدمناها لكم عبر منصات السودانية 24. تقبلوا تحيات فريق العمل في أمان.